ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل وصفه لطيفه، وصفه معجنات. انا هديكم يعني هعمل معاكم عجينه سهله قوي وبسيطه، وهديكم افكار ثانيه لعجاين لو حابين عجاين جاهزه او بشكل ثاني تقدموها. اولا عندنا طبعا عجينه البافستري. عجينه البافستري هي اللي هي الرقائق الهشه، موجود فيه منها نوعين في السوبر ماركت، نوع بيبقى اللي هو زي ده اللي اشتغلنا بيه قبل كده كتير مع حضراتكم طبعا، اللي هو بيبقى الشرايح اهو يبقى كده، شرايح زي ما حضراتكم شايفين مربعات كده، وهنفكها دلوقتي حالا اهي كده، او بيبقى منها قطعه واحده بلوكه كده وبتتفرد، ودي عاده بنعمل منها الابل باي، بنعمل منها الفطاير اللي هي ايه تارتات سهله لما بكون مش عايزه اعمل عجينه سابلي او عجينه تارت عشان اشتغل عليها، عايزه حاجه بسرعه واعمل وصفه حلوه. او العيش التورتيلا انا بجيبه بقطعه دواير كده بالقطاعه المفرغه بتاعه الايه البسكويت، وهحط كده عايزه اخليها تاخد الشكل ده تنشف عليه بس، فاما اجي اعملها تبقى زي القوارب لطيفه جدا تتعمل والولاد ياكلوها. التونه من الحاجات المفيده قوي، غنيه باوميجا 3 وفيها فيتامينز كتير، كبار وصغيرين بيحبوها. اهم حاجه هنحط ايه مع التونه علشان تبقى محبوبه او تبقى طعمها حلو، سواء بقى في ساندويتش او في عيش تورتيلا او في ايه. ساعات كده نروح نلاقي سندوتشات جاهزه في بعض الاماكن، بس مش كل السندوتشات هتعجبنا، لانه في النهايه التيست بتاعها الميكس اللي محطوط مع التونه ممكن يخلينا ننفرم التونه وما ناكلهاش على الرغم ان احنا بنحبها قوي. فزي ما بقول لحضراتكم سبحان الله، هي الحاجات اللي بتتحط مع بعض يا تليق مع بعض يا ما تليقش مع بعض، ممكن مكون واحد يضرب لي الدنيا كلها. انا عملت كده في التورتيلا من غير اضافه اي زيت ولا اي حاجه، وهاخده احطه هنا في الفرن جنب حضراتكم، يا دوب يعني يشد سنه صغننه شبه مقرمش او يمسك على الوضع ده، يعني بدل ما هو طري كده يبقى ليه فريم كده يمسك بس. وهلمع هنا بس مكاني، وتعالوا بقى ننزل المقادير. هنبدا بايه بقى؟ اول حاجه هنبدا بالعجينه. عندنا عجينه سهله وبسيطه تنفع لاي حاجه في اي وقت انتوا عايزين تعملوها. عندنا عجينه حوالي ربع كيلو من الدقيق، 125 جرام من الزبده، وعندنا نص معلقه صغيره بيكنج باودر، عندنا بيضه وميه دافيه للعجن. عجينه سهله وبسيطه. الحشو بقى قولوا لي عشان انا ايه انتوا فاكرني زرقاء اليمامه تقريبا. يلا، لوبيا مسلوقه ومهروسه، تونه، توم مفروم، خيار مخلل، مايونيز، بقدونس، هريسه، وللتزيين مخلل زيتون اخضر، طبعا ده حسب الرغبه. تعالوا بقى نسمي الله وناخد اول خطوه نعمل العجينه بتاعتنا هنا في الايه في العجان. احط فيشته كده بسم الله ونبدا ايه ناخد العجين. اول حاجه هاخد الزبده بحراره الغرفه، اتفقنا ان بحراره الغرفه دي يعني معناها انها ايه مش دايبه قوي ولكن كمان مش ساقعه جامد، يعني عايزه افكها شويه كده من بعضيها. فهقول بسم الله بسم الله وايه نبدا نعجن. هنا هجهز جنبي كده ممكن في بوله صغننه هنا البيضه، اكسر البيضايه، يعني ممكن اشتغل العجينه دي بيضايه واحده بسم الله. ده وهحط طبعا على البيضه دي رشه ملح ورشه فلفل بما انها عجينه ايه حادقه، يعني في ناس تحب تضيف زعتر، الزعتر بيماتش برده سواء من نوع العجينه بيماتش جدا مع التونه، الزعتر من الحاجات اللي تمشي مع التونه ولكن بسيط، لان برده انواع الزعتر بتختلف، يعني ايه الزعتر اللبناني غير الزعتر السوري غير الزعتر المصري، النكهه بتاعته مختلفه، فعايزين حاجه تكون نكهتها خفيفه تدي تيست ولكن ما تطغاش على الطعم. طيب هنبدا ان ايه نزود كده، خليني افكها بس سنه صغننه بالاسباتشيلا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نزل كده ونبدا ايه نخلطهم مره تانية مع بعض بسم الله. ده وهبدا اضيف البيضه وبعدين هحط هنا مع بعض عندي هنا الايه الدقيق مع البيكنج باودر وطبعا ذره ملح بسيطه ونقلب الخليط كده
كده، بصوا جمال اهو. ونبدا بقى نشتغل هنا. عايزه اوريكم بس حاجه، احط بس دي الاول. طبعا هنا هي بيكنج باودر ايه، وهنزود طبعا ميه على عجينتنا الحلوه دي لو احتاجت ايه شويه ميه دافيه بسيطه جدا. بسم الله هنبدا بقى ننزل ده ونخلط شويه بس عشان ما نعفرش الدنيا، وبعدين نزود عشان دي يختلط مع الزبده اللي احنا حطيناها والبيضه. طيب ننزل تاني من الحواف عشان ايه الزبده ترمل الاول كده في وسط الدقيق، ايوه عشان ما يبقاش لازق في الجنب كده اهو. نبدا اهو، ممكن بقى نقطة مية كده دافية بسيطة جدا نقطة. بصوا بقى خليني، الله حلوه جدا، بس خليني ايه معلش انزل اللي في الحواف تحت، في حبه لازقين تحت كده. عجينه حلوه وغنيه ولطيفه جدا من العجين اللطيف، عشان بس ايه الدقيق يختلط حلو نلاقي الايه العجينه ونقلب على اخر تقليبه. نزود شوية ايوه تعالوا بقى الله نشيلها كده وناخد ايه ده. بسم الله ونروح هنا. هنا بقى للعجينة دي هاخد كده شوية من الدقيق اللي جنبي هنا. بسم الله هفرد، وهي طبعا فيها بيكنج باودر يا دوب بترتاح حاجة بسيطة قوي، فتقدر ترتاح وانا شغالة بيها، بس من العجين الجميلة جدا هتعجب حضراتكم قوي، ونقدر نشتغل بيها بقى في اي حاجة. تعالوا بقى نشوف هنا، ايوه نطلع الايه الترتلة. بسم الله الرحمن الرحيم اخد الشكل اهو. اللي انا اقصده انه يبقى كده، نجيب بقى ايه طبق كده ممكن زي ده يبان فيه زي الفل. حلو قوي، نشرب بس الطبق هنا ونحط شوية دول. بصوا حضراتكم اهم اهم بالشكل ده، تبقى لطيفة. وعندنا امتيازات اخرى واشكال تانية نعمل منها مقبلات للضيوف عندنا، ممكن نعمل ده قوي في بدل ما نشتري بقى سليزونات وحركات، طب ما نعمل مقبلات بالترتلة ظريفة جدا، وبرضو بحشوات مختلفة هتناسب ضيوفنا. تعالوا بقى نشوف كده العجينة. العجينة هنا هعمل كده اهي، عجينة ناعمة جدا وحلوة قوي ما شاء الله، يعني غنية كمان بالزبدة اللي فيها اهي كده. الله الله الله، عايزين بقى سيبوها ترتاح. ماشي، ممكن نستخدم العجينة دي هي مكان عيش الترتل، او استخدمها هي في مقبلات جوه بقى القالب. همسك القالب دلوقتي واوريكم هعمل فيه ايه، بس خليني اخد جزء من العجينة وافرده سواء بدي، وهي دي نوع من العجينة اهو، او بالباف بيستري اللي احنا ايه اللي احنا عجننا كده. رشة دي هنا، تعالوا بقى هاخد تاني القالب، معلش لازم اجيبه
هحطه هنا. الباف بيستري العادية بتاعتنا ان احنا متعودين عليها طبعا ما ينفعش اسيبها تسيح قوي، خلوا بالكم لما بتسيبوها تسيح قوي تبقى عليكم فردها من اول وجديد، يعني ايه ما بتظبطش. بس اقدر اعمل كده اهي، عشان كده ما تسيبوهاش وهي سايحة تماما. هقلبها على الناحية الناشفة شوية، هنا في مسحة زيت خفيفة هي اساسا مش محتاجة، وهعمل كده جوه هنا كأنه قالب او زي الكاب كده صغنونة، ممكن اعمل لها حروف شيك كده هنا. خلوا بالكم بتكش شوية فعلوها اهو، دي طريقة. وبعدين خدت واحدة تانية منها عملت لها ايدين كده اتنين جوه بعض، رليتهم وشبكتهم في بعض زي ايد الايه ايد السبت كده. تعالوا نشوف دي، اهم حاجة ما تسيبوهاش تسيح لما تبقى كده قوي. وسط الرسالة صح كده. بصوا هناخد كده منها حتة، اخد بقى افصلهم عادي جدا بقى خلاص، هي اصبحت عجينة بالنسبة لي عادية. هعمل كده مثلا على انها ايد لي باسكت كده او لسلة لطيفة، ونقدمها تدخل الفرن شوية 180 على الشبكة في النص، تظبط معانا الدنيا ويبقى اشكال برضو لطيفة لمقبلات سهلة عاملينها في البيت، بدل ما نروح نجري على محل الحلواني نجيب ايه. هعمل كده وهعملها كده، انا عايز اعملها كده وهمط خلاص، همط شوية كده. وبعدين معلش الف واحدة عكس التانية، واحدة بلفها كده واحدة بلفها التانية عشان تثبت معي، وانا اعملها كده تاخد الشكل خلاص. اما بتاخد بقى الشكل او العجينة اللي انا عاملاها نفس الفكرة، هفردها وهحطها هي مكان ده. يبقى انا عندي كده تلات انواع او نوعين من التلاتة، من عجينة الباف بيستري والعجينة اللي انا عملتها وعجينة العيش التورتيلا اللي احنا عملناها. هوريكم برضو الشكل بيطلع ازاي بعد ما بتبقى كده اهي، تبقى شكلها عامل كده. اقدمها كده مثلا اهي اللي احنا عملناها قبل ما نحشيها اهي. بصوا دي بتبقى اهي من غير، بعدين بحط بقى في المايونيز او في حاجه، وبعدين اخدها احطها ايه هنا تبقى زي السبت كده، بس لازم اثبتها طبعا بحاجه تلزقها زي المايونيز او ما الى ذلك. فدي برضو طريقه، فاحنا عندنا كده ثلاث طرق للتشكيل، الطريقه اللي تعجب حضراتكم وتناسبكم. تعالوا بقى نقفل كده بسرعه في البوله الحشو نفسه. عندي للحشو نفسه كالاتي، بصوا بقى هحط شويه لوبيا، شويه من اللوبيا، تقدروا تهرسوا اللوبيا دي وتحطوها مع التونه، بمعنى اسلقها كويس قوي واهرسها معجون مع التونه لو مش عاوزينها زهره. دي برضو قصه للتحايل عشان بس اقول لحضراتكم، يعني نقدر نهرسها كده بالشوكه بصوا مع التونه، بس انا هنا عشان اسلقها سلقه يعني ايه مخليه فيها الروح شويه. هنا بقى هاخد كده التونه هنا كده، هنقلب وبعدين الثوم شيل بس ده، وعندي البصل الاسفل الخيار المخلل الحاجات الجميلة جدا، وعندي الأول هنا خليني أخد شوية من الخضرة اللي هي كزبرة أو بقدونس زي ما تحبوا، وعندنا الكاتشابول أو الهريسة، هريسة تجنن معاها شوية لو عاوزينها حارة، يعني ممكن هوت صوص ممكن كاتشب تبقى بتجنن أهو. بصوا الجمال أهو، ونقدر نطحنها مع بعض تبقى معجون عادي. وآدي المايونيز، حط شوية كده من المايو ده لايت شويه، بصوا اهو. وعصير الليمون لازم نقطه من عصير الليمون، في ميه هنا عايزه نقطه من عصير الليمون، ايوه اهم حاجه. وعندي كمان اهو انا هاخد ليمونه اضاليا عندي اهي، بصوا بصوا الجميل اهو، هعصر كده اهو. الله الله يا سيدي، انا حطينا الليمون ولازم رشه بسيطه تاتش من الكمون بيليق قوي مع التونه. نقفل بقى، بعدين عايز يحط زبادي يحط، انا احط معلقه واحده هنا لانه الزبادي من الحاجات الايه اللي بترطب جدا اهو.
بصوا الجمال. تعالوا بقى هشيل دول. بصوا هجيب معلقة كده وبعدين هحشي هنا. بصوا كده كده. حاضر يا حبايبي. وهاخد زيتونة من دي حط هنا. ادي شوية حاجات من عندنا مقبلات بطريقة مختلفة، جربوها تعجب حضراتكم. توليفة بتاعتها برضو من الحاجات اللطيفة، ان شاء الله يا رب تعجب ضيوفكم وتعجب حضراتكم ما تجربوها. كده زيتونة ممكن ما تبقاش خضرة، ممكن تبقى سودة يعني مش شرط. طيب تعالوا بقى ناخد كمان، عايزة طبق تاني صغير بعد اذنكم عشان اقدم فيها العيش التورتيلا. نونو كده. يا بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال. تعالوا ناخد ايه واحده كمان هنا زيتونايه. الله الله. حاضر يا حبايبي حاضر اهي. وادي دي نشيلها، نشيل الايد بتاعتها كده. تسلم الايادي حبايبي، شكرا لذوقكم واخلاقكم العاليه. بصوا كده اهو، بصوا الجمال، بصوا الجمال. برضو حاجات في البيت ومش مكلفة، ونقدر يعني ايه بحاجات بسيطة، واستخدمنا عنصر فيها اللوبيا. يعني انا معلش يعني ايه هنتحدى ضيوفنا اذا عرفوا ان فيها لوبيا، اذا انتوا ما بينتوهاش وانتوا بتعملوها يعني. معلش عشان خاطر حبة، عشان خاطر ربنا بس. بصوا كده عشان حبايبنا الحلوين المستنيين يشوفوا الحاجات الحلوة دي. حاضر. الله الله اهو اهو. وادي هنا اشيل الايد دي الاول، لازم اشيل الايد الاول اثبتها بعد ما احشي اهو كده. وبعلي الحشو شويه عشان الاقي مكان ترتكز فيه الايه اليد بتاعه الايه الباسكت دي او السله يعني. الزيتونه هسه هتاكل تونه في قلب الباسكت دي، سله سله ماشي كده. تعالوا بصوا كده، بصوا حبايبي هنشيل بقى ده بعد اذن حضراتكم كده. امسح ايدي بس. حاضر من عيني. حاضر حاضر. بسم الله بسم الله. وهناخد كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا اخر حاجه التورتيلا حطها في طبق هنا بسيط. ممكن اخد رشه من دول كده هنا بعد اذن حضراتكم كده. وبعدين هاخد اهو دي بتتحط بقى كده للولاد. الله الله. او لضيوف ماشي براحتكم، تقدروا تعملوها بحشوات كتيره قوي اهو.